في أحد كلكم تعلمون، والقضية لا تحتاج أنه نعود ونرجع إلى التاريخ، لأن القضية تاريخية وقد دونها ووثقها وثبتها القرآن الكريم. ولهذا بعد ماكو مجال أنه أحد نعم يشك في هذه القضية، لأن القرآن تحدث فيها. في قضية أحد لما انتشر الخبر بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا حصل؟ المسلمون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن جيش الأعداء على اختلاف الروايات 3000 أو أكثر، وجيش رسول الله على كل حال عددهم جدا قليل، انتشر الخبر بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا صنع المسلمون؟ المسلمون كلهم هربوا، كلهم هربوا، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وحيدا في الميدان. الآن ما حد يدري وين الرسول الكريم. الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، صاحب مفاتيح الجنان، في كتابه منتهى الآمال المجلد الأول يذكر، يقول في أحد لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وآله 80 ضربة سيف. يعني الإرادة الإلهية شاءت أن تحفظ النبي صلى الله عليه وآله من الموت، والمسلمين كلهم هربوا. وأكو قضية بعد أعظم من قضية الهرب، اجتمعوا فيما بينهم قالوا خلي نبعث شخص إلى أبي سفيان ونقول له سامحنا، وإحنا نبي نرجع إلى دين آبائنا وأجدادنا، يعني أرادوا أن يرتدوا عن الإسلام. وهذا المعنى اللي القرآن ذكرها، هاي الآية اللي أذكرها لكم الآن نزلت في أحد. الله عز وجل عاتب المسلمين، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قلت نروح نعتذر من أبو سفيان ونقول أنا بنترك الإسلام ونرجع إلى دين آبائنا وأجدادنا؟ فالقرآن الكريم يعاتبهم. شاهد الكلام الآن في أحد بعد ما المعركة نعم فضيت من المسلمين، ورسول الله لوحده في المعركة، وين سقط النبي الأعظم؟ لا أحد يعلم. الآن منو يبقى في وسط هذا الميدان ويواجه هذا الجيش الكبير؟ أبو دجانة، أحد الصحابة الكبار رضوان الله عليه. أبو دجانة ينقل، لأن أبو دجانة كان من الذين بقوا في ساحة المعركة، أبو دجانة بقي في المعركة، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا بقي. أمير المؤمنين ذاك اليوم كل عمره الشريف 23 سنة فقط. أبو دجانة ينقل يقول رأيت وإذا بالإمام أمير المؤمنين أخرج جفن سيفه، غلاف السيف، ومسكه هكذا أمام الأعداء وعمد إليه وكسره. وذاك اليوم إذا المقاتل في ساحة المعركة وقف وكسر جفن سيفه، هذه دلالة على شنو؟ دلالة أنه هذا الرجل اللي كسر جفن السيف يبي يوصل الرسالة إلى أعداء بأن أنا ما أترك المعركة، إما تقتلوني وإما أقتلكم، يعني ماكو حل ثالث، إما تقضون علي وأنا أقضي عليكم. وأمير المؤمنين معروف في ساحات القتال، يوم اللي معاوية يقول لعمرو بن العاص لما تسلح بعورته وهرب في قضية صفين، هاي شهادة من عمرو بن العاص لأمير المؤمنين، فمعاوية شافه قال له نعم ها يا جبان أشوفك هربت من المعركة، قال له ويحك أنا لست بجبان، قال له شلون أنت مو جبان وأنا أشوفك جاي عاري هكذا تارك المعركة، قال له أرجع أكرر أنا لست بجبان، قال له كيف؟ قال له ويحك يا معاوية أو ما تدري بأن الهروب من سيف علي شجاعة؟ الذي يهرب من سيف علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص يقول، لأن العرب ذاك اليوم هكذا كانوا يعتقدون، اللي يقدر يهرب من سيف علي بن أبي طالب يسموه شجاع، مو اللي يواجه الإمام، اللي يهرب من سيف علي يسموه شجاع. فنزل إلى الميدان أمير المؤمنين وراح يقاتل، وبينما هو كذلك خاض في وسط المعركة وإذا به ينظر إلى النبي الأعظم في سفح جبل، فإجى بسرعة عند النبي فنظر وإذا الدماء والتراب قد غطت وجه رسول الله
حمل رأس النبي وضعه في حجره وراح يمسح الدم والتراب عن وجه رسول الله. وبينما هو كذلك وإذا بالنبي الأعظم يقول: يا علي، هذه الكتيبة قادمة، ادفعها عني. فوضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله على التراب بكل رفق وواجه تلك الكتيبة. بهالأثناء، راجعوا التاريخ، بهالأثناء اللي الإمام يواجه هذه الكتيبة، النبي الأعظم يصيح: يا علي، هذه كتيبة أخرى. واجهها وإذا بالنبي يقول: يا علي، هذه كتيبة ثالثة، كتيبة رابعة، كتيبة خامسة. الآن تصور والإمام بيده سيف، وهذا السيف من الحديد، مو خشب، مو شيء آخر، حديد. كثر ما ضرب بهذا السيف أمير المؤمنين في أحد، الحديد انكسر في أحد. الله أكبر، سيف علي انكسر. بسرعة جبرائيل ينزل على رسول الله، يقدم له ذلك السيف الذي سمي بذي الفقار، وأمره أن يعطي السيف لأمير المؤمنين. ونادى بين الأرض والسماء جبرائيل، قاعد يشوف هذا الموقف المنفرد في الواقع، العجيب بمعنى الكلمة لأمير المؤمنين. شاب عمره 23 سنة يواجه هذا الجيش الكبير، هذا العدد الهائل من الأعداء. فنادى بين الأرض والسماء: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار.